في نبأ عاجل أفاد مراسل القاهرة الإخبارية باستهداف غارة إسرائيلية لسيارة بمدينة صيدا بالجنوب اللبناني. نعاود ونذكر بهذا النبأ العاجل الذي ورد إلينا، حيث أفاد مراسل القاهرة الإخبارية باستهداف غارة إسرائيلية لسيارة بمدينة صيدا بالجنوب اللبناني. ينضم إلينا الآن من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. ما تفاصيل ذلك الاستهداف أحمد، والمشاهد توضح ربما تصاعد كثيف لأعمدة الدخان؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل قامت مسيرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ على سيارة في مدينة صيدا التي تعد عاصمة الجنوب اللبناني، وهي أقرب إلى العاصمة بيروت من قربها إلى هذه النقطة التي نتواجد فيها الآن، إلى الحدود اللبنانية الجنوبية. وهو هذا الأمر هو توسع كبير للعمليات الإسرائيلية في الداخل اللبناني. هذه البلدة، بلدة صيدا، هي بعيدة تماما عن الحدود اللبنانية الجنوبية، إذ أنها تعد أول مدينة في الجنوب اللبناني من ناحية العاصمة بيروت. المسيرة الإسرائيلية أطلقت الصاروخ على سيارة رباعية الدفع أثناء سيرها في إحدى المناطق الحيوية في مدينة صيدا، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها. ووفقا للشواهد الأولية أن هذه النيران ربما أتت على من كانوا بالسيارة، وبالتالي سيكون هناك عدد من القتلى والجرحى جراء هذه الغارة، لأن بعد استهداف السيارة قامت السيارة بالتحرك وفقد السيطرة عليها واتجهت إلى مناطق مختلفة، مما أدى إلى اشتعال النيران أيضا في سيارة كانت مجاورة أو في طريق هذه السيارة حينما فقد السيطرة عليها، وبالتالي سيكون هناك عدد من القتلى والجرحى جراء هذه الغارة التي استهدفت وسط مدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني. هذه هي المرة الثانية التي يتم استهداف سيارة فيها في داخل مدينة صيدا، كانت المرة الأولى في 9 من شهر أغسطس الجاري، أي قبل نحو أسبوعين تقريبا، كانت عملية الاستهداف لقيادي رفيع المستوى في حركة حماس. ولكن هذه المرة غير معلوم حتى الآن هوية من كان بهذه السيارة وهوية المستهدف، علما بأنه ربما يكون شخص بارز في إما في حركة حماس أو في حزب الله، ربما ستتبين هذه الأمور لاحقا. ولكن هذه العملية تمثل صدمة كبيرة في الشارع في صيدا، نظرا لدخول صيدا بهذا الشكل إلى دائرة عمليات الاغتيالات المكثفة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه هي ثاني عملية اغتيال ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم وحتى الآن، حيث كانت عملية الاغتيال الأولى بشكل مباشر هو إطلاق صاروخ أيضا من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة بيت ليف في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، مما أدى إلى مقتل شخص. وكانت هناك غارة أخرى على بلدة الوزاني أدت إلى مقتل شخص سوري الجنسية، ولكن هذه المرة في صيدا هي عملية اغتيال مباشرة عبر استهداف سيارة في بلدة صيدا، وذلك في ظل التصعيد المستمر على طول الحدود اللبنانية الجنوبية. هل الشخص الذي بداخل السيارة معلوم هويته أحمد، أم هو ربما من عناصر حزب الله أو من المتواجدين على قوائم اغتيال إسرائيل في تلك المرحلة المستمرة من الاغتيالات؟ حتى الآن غير معروف هوية من تم استهدافه في هذه السيارة، فربما تكون هذه العملية هي عملية اغتيال جديدة لأي من مسؤولي حركة حماس. لربما هناك تقارب ما بين النقطة التي تم استهداف السيارة فيها وبين مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، فهذا احتمال قائم، وهناك احتمال آخر أن يكون المستهدف من عناصر حزب الله، مثلما حدث في الغارة على بيت ليف، على سيارة في بيت ليف قبل قليل من الآن. فبالتالي حتى الآن غير معلوم الهوية، وجود الفرق الإنقاذ والإغاثة لا تزال مستمرة من أجل محاولة السيطرة على النيران التي لا تزال مشتعلة حتى اللحظة في السيارة، وبعد ذلك سيتم الكشف عن هوية من كانوا بهذه السيارة وأيضا انتماءاتهم أو الخلفيات السياسية أو الخلفيات المتعلقة بهم في مدينة صيدا. نعم، الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك.